ومن الحريق الذي شاهدت معاينتهم إلى حريق من نوع آخر بعد كارثة نفوق الأسماك في بابل. اليوم مزارعو العنب يخسرون جميع محاصيلهم بسبب عدم مكافحة الآفات من قبل وزارة الزراعة منذ أكثر من 6 سنوات، مما أصاب العنب بوباء وأدى إلى عدم إنتاج أي محصول بسبب تسبب خسائر كبيرة للفلاحين. طبعا الجريمة الكبرى اللي اقترفتها وزارة الزراعة اللي هاي صار 4 سنوات او 5 سنوات ما تكافح، خلي يشوف العالم كله العام العنب كله خاص. سنة قبل ما يصير العام خاص عاد صار واكلوا الحصر من عنده، الا السنة لا خاص ولا هاي، قبل احترق. شوفوا هذا العنب امامكم، هاي يعني هذه بستان الوارد مالتها يعيش للفلاح سنة كاملة، اللي الوارد مالتها عدال راتب وزير الزراعة شهر واحد، لا والله أقل. شوف العنب، قدرة إلهية، كله احترق. طبعا احنا كافحنا وما فاد، أي واحد يجيك يقول لك كافح كله كذب، بكذب راح علينا العنب وانتهى كل شيء. هذا رزقنا كله راح، شوفوا يا عالم، هذا رزقنا، رزق الفلاح التعبان كله راح. الله ينتقم منكم بحق محمد وآل محمد، الله ينتقم منك يا وزير الزراعة اللي ما اهتميت بهذا الشيء، وكل من قائم بالزراعة. ليش هذا مو حرام؟ هذا مو تعب إنسان؟ هذا الفلاح، شوف العنب كله محترق.